فاقس 140 مليون، أقول فاقس 140 مليون، واحد الضرب بالناس، الناس خسروا عليها انتوما 140 مليون فوق، يعني أنا كنقول تكذبوا فوق 140 مليون، فاش؟ في الأشغال، لأن هذه ليست في سيارة، والقانون يعاقب على هذه الأعمال هذه، كيفاش؟ وعاد في هذا التسجيل ديال الأموال. فريد شوسي سبلي بديتو كتقسمو بالألمنيوم وكتقسمو بالزجاج، جا شي نائب ديالكم ما عجبوش داكشي وما كيبدلو، قالو لا طيح داكشي حيدو، بدلنا فصالة جديدة وبدلنا خدمة جديدة. شحال كلمة داكشي هذا؟ عرف فريد شوسي 35 مليون، تخلصتي 20 مليون في 15 باقا الدماء ديالكم ما عرفتي كيفاش تخلصوها. عرفتي كيفاش باش تخلصوا هاد السيد هذا؟ لأن ممنوع التقسيم والتجديد، لأن خصها تستعمل الصحة ولكن في الشفافية، وكما كتقولون الشفافية والوضوح خصها تكون صفقة واضحة وفيها التباري باش ما كايناش المحسوبية. الوقت اللي كان السيد يخدم في الريد الشخصي عندكم وعندو بون كومونسيال الطلب، وكنقول أنا خبير هذا الأمر هذا، كنقول سنة قرار عندكم بلا التزام، لونكاجمون، ما كاينش لونكاجمون، أجي الشريف عدلنا الأموال عباد الله الشعب، كيفاش كنصرفوها؟ كيفاش يعني فين هما الالتزامات؟ ما كايناش، ولا كيبان لي أن شي واحد يسير الشركة ديالو، خلو هادو جدودو أولا الأب ديالو خلو الشركة وكيسير الأموال العمومية، لا طيح لا تستمر. في الوقت اللي كان السيد كيصلح تما وكيقوم بالاشغال، اقول الاشغال ماشي الاصلاحات، احنا ماشي اميين، جاء اخ اخر وهذا هنا مربط الفرس، هذا الاخ اخر اللي جاء يقوم بالاشغال في حدود 65 مليون، عباد الله 65 مليون بدون سعر بدون التزام بدون يعني وثائق، لأننا مش نجي نقوم رح العمل في المجلس المقاطعة، خصني أنني يكون عندي سند لعمل دراسة لعمل وثائق لفيش، ما كاينش هادشي هذا كامل، ما كاينش. كاين سجل مقرب، أقول مقرب كنعملها على مدى استفهام، ما باش نقول لا نسيبو ولا نسيفو ولا جدا مقرب جدا جدا جدا، وهذا يمنعه القانون تحت طائلة العزل، خصو يتعزل من المجلس، خصو يتعزل، علاش؟ لأن جا واحد السيد مقرب معاه، معاه في الفيسبوك، معاه في الحزب، معاه في الدار، الأمور كاملة باش يعطيه واحد 65 مليون يخدمها، هذه فضيحة، هذه فضيحة، هذاك السيد هذا خدم 65 مليون كيفاش؟ حنا كنعرفو بون الأمور كيوقف 200,000 درهم 20 مليون ما كيفوتهاش، والسند الطلب ما كتعاودش ما كتجزأش ما كتجزأش في ناس الريبري، عندنا واحد الفاصل ولا كذا ما يمكنناش نحلو بون كومون الاولاني وبون كومون الثاني والثالث والرابع، وهذا كنقول بدون التزام ما كاينش التزامات، وكانت كنخدمها فورفيت عندنا في الهواء، تقدر تدخل متينا واحد البيرو ما تشغل فيه 5 مليون، كيفاش 5 مليون؟ الله أعلم. أنا
وبقى تحت المشكل في 8 أشهر 2016 مشاو يخلصوا السيد كيجيو ما مسجلش حتى شي ما مسجلش الماليه السيد هذا اش بروح قالوا له اجي عند اللاتينه ديالنا نقول لك سهل اخ العقل السيد الرئيس اللي كانت عندكم كتوجدون الحمله ديال الحمله ديال شنو هي قافله درميسطار اجتمعتي انتينا والنائب ديالك في الدار ديال السيد داخل حومه الشوب اجتمعتيهم داخل معاه في الدار كيف يعقل انا مش عارفين واحد السيد يخدم الاداره 65 مليون ولا 90 مليون ما عرفتش انا شحال وصلت وكندخل عندهم الدار كنعمل اجتماع عنده في الدار وما كيفرقنيش معايا في الحراسه معايا في الفيسبوك معايا في الحيس معايا في الكره معايا صداقه وهذا اثبات ماشي كنهضر وصافي انا واللي عنده شي حاجه انا موجود هذه مساله ديال الاشخاص اللي قمتوا بها عندنا القانون ما كيسمح لكمش تعملوا هاد الاشهر كامله في واحد البنايه ديال اللي تملكها ناس اخرين